فاكرين الولد الصغير اللي كان طالع صديق أحمد رمزي في فيلم أين عمري، اللي كان بيركب العجلة، وبرضه نفس الشخص اللي كان طالع أخو زبيدة ثروت في فيلم نساء في حياتي، مش هتتخيلوا مين هو وأصبح شكله إيه وعمل، وأصلا هو كان بيعمل إيه في حياته. أصدقائي وصديقاتي، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة نتكلم عن شخص معرفش يعني إذا كنتوا تعرفوا إن هو كان مخرج ومهندس صوت ومونتير ومؤلف فنان، الفنان محمد نبيه. محمد نبيه من مواليد 1930، متعه الله بالصحة والعافية. هو كان فنان شامل، عمل مؤلف ومخرج ومهندس صوت وأيضا قام بالتمثيل. طيب كنتوا تعرفوا إن محمد نبيه هو اللي عمل دور مراد في فيلم المومياء مع نادية لطفي، وشارك أيضا في التمثيل في فيلم القلب له أحكام مع فاتن حمامة وأحمد رمزي. هو المخرج الكبير محمد نبيه اللي أخرج العديد من الأعمال الناجحة والمميزة اللي هذكرها لكم في هذا الفيديو. أولا، ولد الفنان محمد نبيه بالقاهرة سنة 1930، ودرس هندسة الصوتيات في المعهد البريطاني. كانت بدايته في العمل خلف الكاميرات كمهندس صوت في الاستوديوهات المصرية، ثم عمل بالمونتاج حيث كانت أول أعماله فيلم حكم أرقوش سنة 1953، ثم قرر خوض تجربة التمثيل من خلال مشاركته في فيلم القلب له أحكام سنة 56، وبرضه ظهر كممثل في 13 عمل سينمائي كان من بينها أين عمري. ومن الأفلام اللي شارك فيها محمد نبيه فيلم أين عمري، حيث لعب دور صديق النحيف لأحمد رمزي وساحر النساء، فيلم ساحر النساء وصوت من الماضي، وفيلم القلب له واحد ونساء في حياتي في دور شقيق زبيدة ثروت، وأيضا شارك في فيلم مع الأيام، وكان ذلك قبل أن يخوض تجربتين الإخراج والتأليف، حيث قام بإخراج فيلمه الأول ثلاث قصص سنة 1968، ثم فيلم أصعب جواز عام 1970، والذي قام بتأليفه أيضا. في مسلسلات عملها مسلسل في حاجة غلط وعائلة الأستاذ شلش، والفيلم التلفزيوني أنا وإنت وساعات السفر بطولة نيلي. المخرج محمد نبيه هو من قام بإخراج الفيلم الشهير أصعب جواز بطولة حسن يوسف ومحمد عوض ويوسف فخر الدين ورجاء الجداوي وميرفت أمين ومديحة كامل. ومن الأفلام اللي هو أخرجها المخرج محمد نبيه وحققت نجاح كبير كان الفيلم الشهير آدم بدون غطاء بطولة الفنان محمد صبحي، وقام بإخراج فيلم بعنوان أنا وإنت وساعات السفر. وآدم بدون غطاء ده وأنا وإنت وساعات السفر من تأليف وحيد حامد. أخرج المخرج محمد نبيه للتلفزيون العديد من المسلسلات الناجحة، منها مسلسل في حاجة غلط بطولة حسن عابدين كريمة مختار، والذي أثار ضجة هائلة في بداية الثمانينات. وأخرج أيضا مسلسل آخر بعنوان متاعب المهنة من بطولة الفنان فؤاد المهندس، وهو مخرج المسلسل الشهير عائلة الأستاذ شلش بطولة صلاح ذو الفقار وليلى طاهر وماشي يا دنيا ماشي، وكذلك أخرج فوازير احنا فين. ربنا يديله الصحة والعافية ويطول في عمره يا رب.